منور حبيبتي، بنورك يا روح قلبي. اهلا بكل جمهور الاهلي اللي بيتفرج علينا من كل مكان. حقيقي الواحد حاسس بحاله من الفخر كبيره جدا، حاسين قد ايه احنا كبار وفي حته تانية بعيده جدا عن كل اللي بيحصل حوالينا. وديك يا شايفه يا هنوده، احنا ان شاء الله النهارده محضرين حاجات جامده جدا طالعين، وهنتكلم ومجهزين مراجعه ليله الامتحان، وهنحلل مباراه الاهلي زعيم افريقيا وريال مدريد زعيم اوروبا في نصف نهائي كاس العالم للانديه. فمفيش حاجه تانية ممكن تتقال.